رد على سؤالي، قاعد هنا بصفتك ايه؟ طب يا جلال بيه انا هاجي لك وقت تاني. لا ما تقولوش، عشان هتيجي مش هتلاقي يسمع كلامي. غدا يلا بقى ما تضيعش وقت، والنبي والله ورايا شغل. يلا شغل ايه يا ابو شغل؟ اطلع بره. انت راحت منك خالص كده. اتوبيل الامن خليه يطلع لي الكلب ده من هنا. حاضر. الكلب ده يبقى صاحب الشركه اللي انت قاعد فيها يا عمي. انت خلاص مالكش قشايه هنا. المدام اللي انت بعت لها كل حاجه بعت لي كل حاجه بعود بيع وشراء. والعود اهي. يعني يا عمي تاخد نفسك كده من سكات وتتكل على الله تطلع بره. في ايه؟ بره. تعالى حزومه. ابوك عايز حد يسنده وهو خارج مطرود من هنا. هتحترم نفسك يالا. انت مفيش حد مالي عينك. الحقيقه انا مفيش حد مالي عيني. خد ابوك بقى وغرف 60 داهيه. هات الامن يا غاده. حاضر. امن مين يا ابو امن؟ بقول لك فوق الغيبوبه اللي انت فيها مالكش حاجه هنا، مضت وبصمت وختمت. بحى يا عمي. خد ابنك الشاطر ده وانزلوا بكرامتكم. اطلع انت بره بكرامتك بدل ما تنزل من هنا متشال مربع. انت يا زفت هات الرجال اللي معاك واطلع لي نضف لي المكتب من الزباله اللي فيه دي. هو فعلا يا عم المكتب محتاج ينضف من الزباله اللي فيه اللي بقالها سنين قاعده جواه.